بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. تكلمنا على مدى محاضرتين عن الـ Oppositional Defined Disorder والـ Conduct Disorder. كل Disorder فيهم اتكلمنا على الـ Epidemiology، على الـ Etiology أو الـ Risk Factor، على الـ Clinical Picture والـ Diagnostic Feature، وعن الـ Differential Diagnosis بتاع كل Disorder فيه. النهاردة هنتكلم عن الـ Management، How to manage oppositional defined disorder and conduct disorder. ويمكن جمع المانجمنت في محاضرة واحدة بالنسبة لل these disorder بيشير إلى أن الكور بتاع المانجمنت بتاع أي behavioral disturbance واحد، وأن التقسيمات مجرد وسيلة للتمييز علشان نحاول ندرس الأسباب علشان التواصل يسهل التواصل ما بين الفيزيشن، عشان لو بعض الديس اوردر لها حاجة مميزة ومحتاجة انترفينشن معين، لكن بصفة عامة هيبقى كل البيهيفيرال ديستربنسز ايا كان اسمها هيبقى المين مانجمنت او الكور مانجمنت بتاعها تقريبا واحد، سواء كان اوبوزيشنال كوندكت، وهنلاقي هي نفس الانترفنشن دي اللي هي السايكوسوشيال انترفنشن هي نفسها هنكررها في ان شاء الله في الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف ديس اوردر. مش هنعيدها تاني، لا هنشير ان احنا قلناها في المحاضره بتاع الاوبوزيشنال ديفايند ديس اوردر اند الكوندكت ديس اوردر. قبل بدايه المانجمنت لازم نكون ثيرابيوتيك الاينس، تحالف علاجي مع الطفل ومع اسرته. الطفل ده غالبا جاي غصب عنه، ما هوش جاي برضاه، انا مش تعبان، انا مش مجنون، انا مش، وخصوصا لو الاسره في وقت من الاوقات عايرته بحاجه زي كده، واذا ما سكتش احنا هنروح نكشف عليه، واحنا اذا ما سكتش او ما سمعتش الكلام هنوديك للدكتور او هنوديك تتعالج. يبقى محتاجه ايه؟ محتاجه اكون ثيرابيوتيك الاينس. برضو الأسرة نفسها ممكن هلاقي فيه مشاكل في عملية البرنتنج اللي هتضطرني إن أنا أوجه إن أنا هرشد، يبقى محتاجة إيه؟ محتاجة إذا أنا مش مكون التحالف العلاجي ده يبقى الطرفين إيه؟ الطرفين هيتضايقوا مني وهيسيبوني في الآخر. وإحنا بنعالج البيهيفرال ديستربنسز كلها بصفة عامة لازم نراعي الكالتشرال إيشو، العوامل البيئيه، العوامل الثقافيه، إيه الاسره ديت ايه الستاندرد بتاعها، المنطقه دي ايه الستاندرد بتاعها، يبقى القواعد التربيه وقواعد التنشئه اللي سايده عندهم. انا مش انشئ انا قواعد مش موجوده في الايه في المنطقه ديت ولا في الثقافه دي، يبقى لازم اراعي الكالتشرال ايشو، لازم اراعي توقعاتهم وهم عايزين ايه بالنسبه للانترفنشن، ولازم اكون ايه؟ عشان كده لازم اكون حساس اوير اند سنسيف تو ذيس ديفرنسز واير ريكومندنج سيرتن انترفنشن. طيب ايه هي الانترفنشن؟ لان نو وان سايز فيت اول، مفيش حاجه كده مقاس يناسب كل الاطفال، لان كل طفل عنده ايه؟ عنده مشكله معينه، حتى لو نفس الديس اوردر. مش كل الاوبوزيشنال عندهم نفس المشكلة، مش كل الجندك عندهم نفس المشكلة، لا كل طفل او كل شخص عنده مشكلة او مشكلة سيفير بدرجة ما هي اللي محتاجة برايورتي. يبقى مش هنلاقي طريقة من معينة هي اللي تناسب كل الاطفال. The most effective treatment plan should be tailored، تتفصل بقى على حاجات مين؟ على حاجات الطفل وعلى حاجات الاسرة. طيب التفصيل ده هيبقى بناء على ايه؟ على سن الطفل. يبقى المانجمنت بلان لازم تراعي سن الطفل. انا لو بتعامل مع واحد عنده 6 سنين غير لما بتعامل مع واحد عنده 10 سنين. ابسط حاجه لما حاجه كافئه اجيب له مصاصه مش هتناسب ابدا اللي عنده 10 سنين ولا 20 سنه، احط له نجمه وستيكر مش هتناسبه خالص اللي عنده 10 سنين وعنده 12 سنه. يبقى ذا تشايلد ايج. اهو يمكن نفس الطريقه او نفس الميثود واحده، لكن هاو تو انتروديوس او تنفذها ازاي، عمليه التنفيذ اهو ري انفورسمنت، اعمل ده يعني ري انفورسمنت بايه فايه
سنة شخص. The severity of the behavior. أكيد الحاجة المايلد غير الحاجة المودريت غير الحاجة السيفير في في المانجمنت بلان. لو في كو اكزيستنج منتال هيلث كونديشن هتحتاج أكيد انترفنشن خاص بيها. The goal and circumstances of the parent. ظروف الأسرة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فاضيين قد إيه ومشغولين قد إيه وعندهم ولاد قد إيه. كل ده لازم تراعي في المانجمنت بلان. ما بحطش مانجمنت نظري مش كلام هم يطبقوه لو عايزين ابنهم يتحسن، لا انا بحاول ايه افصل بلان تناسب بقدر الامكان. تناسب ايه؟ تناسب ظروف الكل، تناسب الطفل من حسب سنه، حسب الدياجنوزيس السيمتوم السيفيريتي وجود منتال هيلث كونديشن تاني، وحسب ظروف الاسره زي ما قلنا. الانترفنشن بلان او المانجمنت بلان غالبا بتبقى كومباينيشن من حاجات كتيره، يجي على راسهم البيرنت مانجمنت تريننج وهنتكلم فيها بالتفصيل الممل. بيرنت مانجمنت تريننج، فاميلي انترفنشن، انديفيديوال انترفنشن، ممكن يبقى جروب او سكول بيزد انترفنشن. انا جالي الطفل اهوت او جالي الشخص ايه الاولويات تحت؟ اول حاجه ايدنتيفاي دايجنوزيس، ايدنتيفاي دايجنوزيس بريزنت، مش دايجنوزيس واحد اهو. في الاطفال والمشاكل السلوكيه ما نلاقيش حاجه واحده غالبا اهو، معظم الديس اوردرز وكوموربيد مع بعضها، عشان كده بنلاقي بنتكلم على التريتمنت حاجه واحده. هنلاقي 50% من اللي عندهم كوندكت عندهم اوبوزيشنال ديس اوردر برضه، هنلاقي الاثنين عند ممكن يبقى كوموربيد مع اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر. يبقى ايدنتيفاي دايجنوزيس. صحيح احنا كله هنعالج البيهيفيرال انترفنشن واحده بس، اكيد لما بعرف الحاجه اللي بتعامل معها هعرف افصل حاجه على نفس المقاس. سيريسلي كونسيدر تريتمنت فور برايمري اندرلاينج بروبلم. لو يا ريت في اتنشن ديفيسيت، هيبقى في اذر انترفنشن تسهل عليا، ما يبقاش بس شغال سايكوسوشيال انترفنشن اهو. في ديبريشن هعالج الديبريشن كمان، في انكزايتي هعالج الانكزايتي كمان. ايدنتيفاي انفايرومنتال تارجتس فور انترفنشن مش الطفل بس، الانفايرومنت كله، السايكوسوشيال والميديكال انترفنشن لو محتاج. ادي تقسيم كومبوننت اوف انترفنشن اللي ممكن اعملها، وهنشوف ان ايه السايكوسوشيال انترفنشن هتاخد الايه، هتاخد الميجور رول من الانترفنشن. السايكوسوشيال انترفنشن دي هتشمل فاميلي انترفنشن موجه ناحيه الفاميلي سواء البيرنتس او بقيه الفاميلي، بيهيفيرال انترفنشن موجهه للطفل، اذر انترفنشن السكول كمان لها دور، والميديكيشن. نبتدي باول حاجه من السايكوسوشيال انترفنشن اللي هي الفاميلي انترفنشن. فاميلي انترفنشن هتشمل حاجات كتيره، سايكو اديوكيشن، فاميلي اسيسمنت، اكتف فاميلي بارتيسيبيشن، والبيرنت مانجمنت تريننج. سايكو اديوكيشن مهم جدا، موضوع الاديوكيشن للبيرنتس وللتشايلد وللسيبلينجز تقديم معلومات عن الديس اوردر بيسهل التعامل معاه. كل الاطراف تقدر تفهم الديس اوردر كله من ناحيه السيمتوم، ولو في تايبز وكوزز والتريتمنت المتاح هيخلي الكل عارف ايه هو الديس اوردر وايه ابعاده، وبالتالي يمكنهم تو مور افكتفلي ادفوكيت فور بيتر سيرفيسز. دايما المعلومات بتخدم صاحبها. سايكو اديوكيشن ريديوس فاميلي بليم بات مينتين فاميلي ريسبونسبيلتي، مهمه قوي الجمله دي يبقى ان الاسره ما تقعدش تلوم نفسها وتانب نفسها، وخصوصا في ديس اوردر لو معاكم موربيد اتنشن ديفيسيت اللي فيه جينيتك ديس اوردر جينيتك كومبوننت عالي
او في بيولوجيكال كومبوننت عالي، لكن بصفه عامه كل الديس اوردرز فيها بيولوجيكال كومبوننت، مش الاسره بس هي السبب والانفايرمنت بس ما هوش هو السبب. يبقى حاول نقلل البليم. ليه؟ لان هي لو قاعده الاسره دي تلوم نفسها بس مش هتقدر تنتبه للخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ تو مينتين فاميلي ريسبونسبيلتي، يشيلوا بقى المسؤوليه. اهو المسؤوليه ناحيه ايه؟ ناحيه عمليه المعالجه. يبقى نقلل البليم لكنها تتحمل ايه؟ تتحمل بقى، نتحمل مسؤوليه عمليه التغيير. الديسربتيف بيهيفير والاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي اوردر هاز بايولوجيكال كوز اند انفايرومنتال كوز. يبقى اهو مش لازم تو بليم اور سيلفز بات شود مينتين ريسبونسبيلتي. لو الحالة بيور اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي اوردر از نوت كوزد، لازم الاسرة باي نوت باي بور بارنتنج سكيلز اور ستريسفول فاميلي انفايرمنت. لا، ده هنا في ايه؟ هنا في بيولوجيكال كوز هو الاساس. بارنتنج تكنيكس ابروبريتلي ان تيون ويز ذا اتنشن ديفيسيت او الكوندكت او الاوبوزيشنال ديفاينس اوردر can improve the symptom and increase the child self-esteem. يبقى هنا psycho education لها دور مهم جدا في المانجمنت. مهم الفاميلي assessment essential to evaluate parents and the family for dysfunction. الdysfunction اللي هي ممكن تكون سبب ونتيجة. العلاقة by ايه؟ by directional. سبب ونتيجه، سبب في الاوبوزيشنال ديفاين ديس اوردر وسبب في الكونتاكت ديس اوردر او ناتجه عنهم او انها تكون نتيجه للاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف ديس اوردر. دي بتعمل ستريس في الفاميلي وبالتالي هتؤدي الى ديسفانكشن، او الديسفانكشن ان ذا فاميلي ممكن يكون سبب في هذه الديس اوردر وخصوصا الاوبوزيشنال ديفاين ديس اوردر والكونتاكت ديس اوردر. نشوف البارنتنج سكيلز، البارنتنج ستايلز اللي موجوده في الاسره، وهل لها دور في ككوز او كريسك فاكتور للكوندكت والاوبوزيشنال ديفانس اوردر. ليه؟ علشان الستايل ده محتاج، ممكن يكون محتاج انترفنشن. احيانا نحتاج نعمل اسسمنت لمين؟ للبيرنتس نفسه. ما الحاجات دي فيها جينيتك كومبوننت، يبقى اشوف هو انا كمان عنده ديسربتيف بيهيفير ديس اوردر او عنده اتنشن ديفيسيت اهو، وهو نفسه امبالسيف، وده اللي بيؤدي لايه؟ بيؤدي الى البور كوميونيكيشن اللي موجود جوه الاسره، وبالتالي بيفاقم ايه؟ بيفاقم المشكله. لازم الفاميلي تو بارتيسيبيت اكتفلي، هايلايت ذا كير تيكر رول از بارتنر في التريتمنت بروسس. هو مش انت مش جايبه لك انت هتعالجه بس، لا، ده الفاميلي هي اللي هتشارك اساسا في عمليه العلاج. انت مجرد جايد ازاي يتصرفوا وازاي يتعاملوا. امبروفمنت اوف ذا فاميلي كوميونيكيشن اند فاميلي اكتيفيتيز ضروريه جدا، تحسين الفاميلي كوميونيكيشن والفاميلي اكتيفيتيز. بيرنتس شود ليرن تو انتسيبيت بروبلم، اهو يتوقع مشاكل، مش مجرد كلمتين هيحلوا المشكله وما عدناش نعمل، لا، يتوقع. وبالتالي ايه؟ تو ديفلوب تاكتفول ديلينج ابروش، ازاي يتعامل معاها. بيرنتس ليرن تو ريجوليت ذير ايموشنال ريسبونس تو ديفيكالت بيهيفير. اهو بيرنت ليرن تو هنتكلم عليها بالتفصيل في البيرنت مانجمنت ترين. البارنتنج استراتيجيز، البارنتنج استراتيجيز دي ما هيش تريتمنت او مانجمنت بلان، لكنها ضروريه جدا، او ان الاسره او الفاميلي او الدكتور حتى يبقى عارف ايه هي البارنتنج استراتيجيز بصفه عامه. ليه؟ لان الجود بارنتنج استراتيجيز ضروريه للنورمال ديفلوبمنت اوف نورمال بيهيفير. يبقى في المانجمنت اوف الديسربتيف بيهيفير ديس اوردر انا لازم استعمل ايه؟ الاوردينري كوميندنج بارنتنج استراتيجيز. طب لو انا مش عارفها يبقى لازم اعرف ايه الريكومندنج بارنتنج استراتيجي. كلير رولز، ادوار واضحه وحدود واضحه واجبات واضحه،
اكسبكتيشن وكونسيكونسز، كل ده لازم يكون واضح لمين؟ لكل افراد الاسره وخصوصا الطفل. وجود اي انكونسستنسي، مره ومره لا، او مره يصهينه مره يشجعه مره، بيخلي الاطفال يعرفوا النقطه دي ويلعبوا عليها، وبالتالي سهل قوي ان هو يعرف يتغلب على كل الرولز وكل القواعد، وكل هو عارف امتى ايه يضحك عليهم وامتى هم يسيبوه يعمل اللي هو عاوزه. Different rules or approaches between important caregiver will add to the idea that adults don't know what they are doing. ما ينفعش نكسر كلام بعض. الأب يبقى هو نفس كلام الأم، نفس لو في أي كير جيفر تاني موجود في الأسرة لازم برضو هي يبقى نفس الرولز، يبقى الكلام الرول مطبق على الكل، محدش بيستعمل قواعد مختلفة. الأب الأم المدرسة هي the same rules، يبقى يبقى يعرف ان هو ده فعلا رول، لكن لو كل واحد له رول ما عادتش ما عادتش دي رولز أصلا، ده بقت بالمزاج. Keep cool، خليك هادي. الأطفال بيشوفوا نفسهم إن هم كبار، ما هو الصغير أو على القليلة little adult، وإن الأدلت هم اللي بيحاولوا يتحكموا فيهم، وإن هو ما يمكن ما يستحقوش التحكم ده. يبقى إحنا لازم نتعامل بطريقة هادية، ما نتعاملش بقى زيهم، مش هنتنرفز ونتعصب ونتخانق behaving in calm reasonable and adult fashion provide a positive role model deserving attention and respect. يبقى هدوئي ده هو اللي حتى لو انا بغلي من جوه، لكن لازم وانا بتعامل اتعامل بطريقه هاديه. اللي بتقدم مين؟ الادلت موديل، الادلت موديل في التعامل. وبالطريقه دي احنا ممكن الاب يكون او البيرنتس بصفه عامه محتاج امبروفمنت في ذير اون ستريس مانجمنت، او ان هم يتعلموا الستريس مانجمنت، وده ممكن يبقى محاضره لوحده. كيب كول، عشان كده من هنا الصعوبه ان هو حد بينرفزني وانا وانا احتفظ بهدوئي واتعامل بهدوء. dont let them push your button، خلوهمش يضغطوا عليك. الاطفال sometimes expert، فنانين ان هو يجد الطريقه والوسيله والوقت اللي هو يضايق البيرنتس، وبالتالي البيرنتس المفروض بقى ايدنتيفاي وات تندس تو باذر ذم، الحاجات اللي بتضايقهم، ايه الحاجات اللي بتخليهم يتنرفزوا من من ولادهم هم. عشان كده هم عمليه التقييم، ايه اللي بيخلي الاب ده بيتضايق من الطفل ده اللي هو ابنه. ما يهمناش بقى بقيه الاباء، احنا بنتكلم في ده على وجه الخصوص. يبقى ايه الحاجات اللي بتخليه يتضايق، ويبقى تو بي بريبيرد تو ريسبوند مينيمالي بالطريقه اللي احنا قلنا عليها ان هي الادلت فاشن. يبقى هو متوقع ابنه بيتصرف ازاي، ابنه بيعمل بيضايق، وهو يبقى جاهز لردود الفعل المناسبه. شوز ذا تايمينج اوف كونفرونتيشن، انا اللي حدد وقت المواجهه، انا اللي حدد ساعه الصفر. ليه؟ لان الاطفال ساعات بيختاروا الوقت اللي هو او بروفوك كونفرونتيشن المواجهه في امتى، في اوقات الاب سواء الاب او الام تعبان مرهق متضايق، ما هوش الوقت المناسب للمواجهه مع الطفل، وبالتالي يا اما هيسيبه يعمل اللي هو عاوزه، يا اما هيتخانق معاه ويقدم نموذج للشخص العنيف برضه، يبقى هيزود العنف عند مين؟ عند الطفل. طيب هنعمل بوستبون ديلينج وذ ميس بيهيفير تو ا تايم ات يور تشوزينج، اجل المواجهه. طيب هنتكلم في الموضوع ده بعدين. اجلت المواجهه لحد ما الوقت انا ابقى فيه هادي، وعندي الخطه اللي في دماغي او الافكار اللي في دماغي ازاي اتعامل مع اللي هو بيقول، او اخلي الطرف الثاني انفولفمنت اوف انذر ادلت. لكن انا اللي لازم احدد
وقت المواجهة، وقت الكونفرونتيشن، يا إما أجل يا إما إيه، طيب مامتك أو لو مامته هي اللي متخانقة مع الطفل أو في مشكلة، يبقى باباك هو هيتصرف معاه. يبقى أنا كده إيه حددت الإيه التايم أوف كونفرونتيشن. Choose the topic and the direction of conversation. ما تبلعش الطعم. هو عايز يواجه أو في مواجهة في مجال ما وهو جاهز ليه، لا، حدد الأولويات للنظام وللدسكشن. ولو مجال الحديث ما هوش مناسب، غير خالص مجال الحديث ده، ignore or identify your disinterest. لا بلاش، مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. ونحاول دايما ان نجد ايه وسيله تعاونيه للحل الايه حل المشكله. establish the mood of confrontation. اتكلمنا عن ان لازم اتكلم بطريقه هاديه عشان اقدم الايه الادلت مود. طيب لو الطرف الثاني اهو سواء أنا الطفل او الادوليسنت اهو بيتكلم بقى بطريقه ابيوسف، بطريقه فيها انفعال، انا اعمل ايه؟ ألفت انتباهه ان ايه ان لازم نتكلم بطريقة هادية. يبقى انا ايه بحدد المود اوف كونفرونتيشن، ايه المزاج او النبرة اللي تكون سايدة ديورنج الكونفرونتيشن. otherwise suggest the topic will be revisited later. طيب هنتكلم بعدين. مش قادر اسيطر، هو مش قادر يسيطر على انفعالاته خلاص، وانا مش هكمل ايه وهو منفعل بالطريقة دي، لان في ذروه الانفعالات هيطلع فيه كلام غلط وهيبقى فيه consequences ايه على الكلام ده. بي بريف، اختصر. الافعال دايما هي اللي ايه هي اللي بتجيب نتيجه اكتر من الكلام. يبقى اهو لقيت الموضوع هيطول، لقيت ان هو بدا يتنرفز خلاص، طب هنتكلم بعدين في الموضوع ده اما تهدى. الفت النظر ان ايه مش هنتناقش وايه و في anxious mood أو irritable mood أو be creative using mixture of positive and negative consequences. مش معقول طول الوقت بقى هنعاقب، يعني إن العقاب لو يستمر طول الوقت كل هو عمال يغلط طول اليوم، لا، لازم إيه حاول إيه يبقى فيه mixture of positive and negative consequences، مع توقعي ان ايه ان انا لما ارفض له طلب او كده هو مش هيبقى مبسوط ولا هيبقى سعيد، لا، ده هو هيحاول ايه هيحاول يقاوم علشان ينرفزني، وبالتالي ممكن تستمر ايه عملية المعاقبة دي، وبالتالي مطلوب مني ايه مطلوب ان انا احاول افهم الطفل ده، افهم ابني كويس علشان ايه علشان اقدر الاقي الحاجات اللي ممكن اعمل بيها reinforcement، ما يبقاش كل الموضوع punishment. Many parents have a small number of predictable consequences. طيب لو ما كانش كده هيبقى كده، طيب ولو لا كده ولا كده خلاص الاب بيقف محتار، طب ما يعمل ايه ما يعرفش. يبقى هو عنده consequences، الconsequences هتيجي منين؟ لما انا ابقى فاهم ابني وعارفه كويس، علشان في الاخر بيبقى ايه يبقى عندي ايه alternatives ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، ايه النيجاتيف consequences، ما يبقاش الموضوع كله ان انا خلاص زي ما عملتش هعاقبك، زي ما عملتش هعاقبك، زي ما بيقولوا من امن العقوبه اساء الادب ومن عظمت عقوبته تجرم يأس، خلاص بقى مفيش فايده، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لا، يبقى انا احاول افهم كويس إيه ابني بحيث ايه يبقى ما يبقاش الموضوع كله negative consequences. Use to tear consequences. هنا أقل من العقوبة. خلص الواجب بتاعك بسرعة عشان تلعب، عشان أجيب لك فيديو جيم، علشان خلص. يبقى consequences مرتبطة حاجتين، ما هيش حاجة مش خد اعمل ده عشان تاخد، لا، خلص ده عشان يبقى فيه to avoid consequences أو to get an earlier near reward or avoid consequences.
you can either finish homework within an hour أو you lose your video game. إذا ما خلصتوش خلال ساعة هتفقد الإيه؟ الفيديو جيم، ما اديتلوش حاجة. أهو حاجة هو كان هياخدها فعلا. أهو you will lose. أهو يبقى two tier consequences. Disciplinary consequences have to work for the parent too. Don't choose consequences that is harder on the parent. إذا ما عملتش هننزل ونسيبك في البيت لوحدك، مش هيحصل. مش هنقدر نسيبه في البيت لوحده. يبقى ما تختارش consequences ما انتش قادرها، مش هتقدر تعملها، مش هتقدر تنفذها. مش هتنام الا لما نخلص الواجب، هينام في الاخر، هنفضل سهرانين طول الليل يعني. يبقى اهو لازم consequences البيرنت نفسه يقدر ايه؟ يقدر ينفذها. اهو avoid situation of total withdrawal of privileges. اه زي ما قلنا من عظمت عقوبته تجرم يأس. اه لان ده مش مناسب، الاثنين هيبقوا قاعدين متضايقين. catch them being good قلنا نفس المعنى او قريب منه قبل كده. اه حاول نلاقي له حاجه كويسه علشان ايه؟ علشان نكافئه عليه. avoid the better of only attending to the misbehavior giving some sense of positive relationship with the individual is essential. هم ما بيحبونيش، هم على طول كده بيقعدوا يزعقوا لي ويشتموني. look for chances to praise them وهنتكلم برضو عليها بالتفصيل لان دي نقطة مهمة بعد كده. use diversion studies respond to an oppositional or defined disorder in an off topic or unexpected way. حاول بقى دي اهو ازاي طنش، ازاي اهو انشغل بحاجة تانية. often these children have some sense of humor even about their oppositional and defined strategies. so a humorous response or becoming playful can be disarmed. تقلل السلوك ده. شكلك تعبت، شكلك ما نمتش امبارح كويس، احنا شكلنا كده هنبتدي بهزر. طريقه القاء الكلام نفسه تفرق. لما انا بقول حاجه هو وانا ببتسم وانا بنبهه لحاجه زي كده خلاص بتقلل الخناق، بتقلل الكونفرونتيشن، غير لما ابتدي ازعق وابتدي انا كمان يبقى كونفرنت. كونفرونتيشن دايما بتزود الايه؟ الكونفرونتيشن. اورجنايز ذا ادلتس قلنا قبل كده لازم الادلتس يبقوا حاجه واحده، اتكلمنا فيها قبل كده على ان احنا نحدد الرولز والرولز تبقى واحده، اللي هنسميها تاني بطريقه تانية اورجنايز ذا ادلتس. يبقى في البيت في المدرسه الادلتس اللي هم محيطين كل الاثوريتي فيجر لازم يبقى كلام واحد وما كسرش كلام التاني. ليه؟ لانه هيتعود ان هو ممكن يكسر كلام الادلت بصفه عامه، واللي انا بقوله على الشخص التاني هو نفسه هيستخدمه ضدي بعد كده. recognize your own disruptive behavior disorder better. قلت قبل كده ان هو الشخص نفسه ممكن هو الاب نفسه احد الوالدين يكون عنده disruptive behavior. انا احاول اعرف السيمتوم ديت عندي. هم نفسهم ممكن يحرنوا، ممكن يبقوا مجادلين، يبقوا such parents need to manage these symptoms. look after yourself. العملية التعامل مع طفل عنده disruptive behavior عملية مرهقة، يبقى أنا لازم أخد بالي من نفسي، أكون نايم كويس، أكون مستريح كويس، أخد بريك من الإيه؟ من المشاكل بتاعة الطفل ده. أهو مش قادر ask the other parent to talk there. يبقى لكن مهم جدا إن أنا ما أتعاملش زي ما قلنا قبل كده في مود ولا في وقت أنا ماناش مستعد. sometimes need some break, fresh ideas.
ابتدي اراجع نفسي وافكر يبقى look after yourself. بعض الاماكن فيها parent support groups ممكن استعين بيه. Encourage healthy communication and supportive family system. مهم جدا الكوميونيكيشن جوه الفاميلي تتم بطريقه بوزيتيف وطريقه سبورتيف. هو ابننا واحنا مش هنبيعه ولا هنتخلى عنه ولا هنديه لحد تاني. يبقى لازم نحاول نحسن طريقه الكوميونيكيشن. لازم تسبورت ايتش اذر، ولازم السنس ده يوصل لمين؟ يوصل للطفل. لازم يوصل له ان احنا في الاخر كل ده عشان احنا بنحب. والاطفال بصفه عامه الكلام زي الفعل. لو احنا قلنا ان احنا ما بنحبكش او ان احنا الرساله دي وصلت باي طريقه، يبقى فعلا مهما هم عملوا هيبقى هم بيقولوا ما بيحبنيش. يبقى كوميونيكيشن وزن وان ده يتم بطريقه سبورتيف اند بوزيتيف. تقديم الموديلنج والرول بلاينج مهم جدا بالنسبه لي. انا زي ما عايز ابني لازم انا اقدم الموديل اللي هو يشوفه عشان يقلده. الروتينز، حاول اثبت الروتينز جوه الفاميلي. زي عند الاشخاص اللي عندهم disruptive behavior changes في الروتين، التنقل من نظام لنظام ممكن يعمل يعمل مشاكل جوه الاسره. زي بالظبط زي كانه الطفل عنده اوتيزم. تغيير السيركمستانسز، تغيير الروتين يعني. فلازم ابقى مجهز لاي تغييرات لو انا هعمل تغيير في الروتين بتاع البيت. نعلم الطفل to be affirmative, teaches a child to tell themselves a positive statement. لا انا اقدر اسيطر على نفسي، انا ممكن اكون احسن من كده، انا فعلا to be affirmative. Focus on earlier phases of in the acting out cycle. يبقى عارف السايكل بتاع نوبات الغضب بتبتدي ازاي، وابتدي اول ادركها كده ابقى اوير خلاص. في تريجر هيبقى اجيتيتد. الشخص هادي في حاجه عملت استثاره تريجر فيرست ستيج. بعرف ايه اللي بيعمل تريجرنج لنوبات الغضب عند الطفل. طيب ما عرفتش ايه اللي عمل له التريجر ده، ايه اللي استثاره. ابقى مدرك للعلامات ان هو استثير فعلا. الانر تنشن. يبقى بيهيف ان انفوكست اند اوف تاسك. بعد كده هتخش بقى يزيد الدايره، يبقى اكسلريتد، ونوصل للبيك اللي هما الاثنين دولت مش هنقدر نسيطر عليهم لو الطفل لو الطفل وصل لي. يبقى ان انا اعمل على مراحل متقدمه من من نوبات الغضب ممكن يساعدني ان انا امنعها من الاساس. كل اللي فات ده كان بارنتنج استراتيجي للنورمال، مش للشخص بس اللي عنده ديسربتيف بيهيفير ديسوردر. هيحتاج هيحتاج تريننج للاب. الموضوع ما هوش سهل وما هوش ما هوش بسيط. ده اللي بيتقدم من خلال البيرنت مانجمنت تريننج. البيرنت مانجمنت تريننج علشان علشان يقدم كل اللي فات ده. بيرنت مانجمنت تريننج از ذا موست سبورتد ايفيدنس بيزد براكتسز تو ريديوس البيهيفيرال سيمبتوم للديسربتيف بيهيفير ديس اوردر ان اول ايج جروبس. تيتشز ذا بيرنتس، البيرنت مانجمنت تيتشز ذا بيرنت ان هما تو ابلاي بوزيتيف براكتسز تو مانج ذير تشايلد. ان هما يمارسوا السلوكيات الايجابيه، هنقولها بالتفصيل. اند تو ديكريز النيجاتيف بارنتنج براكتسز. يبقى انا بعلمه بقى مش بقى خلال سيشنز بيتم فيها عمليه التريننج. Parents are trained how to develop house rules. ان هو الرولز في البيت نعملها ازاي. And to establish reward and punishment system. ازاي give appropriate command. ازاي اقول له امر، ازاي اقول له طلب. يؤدي الى ان هو يسمع الكلام.
ما انا ممكن وانا اقول سهل اعمل كذا واعمل كذا بطريقه تخليه ما يسمعش الكلام. How to ignore mild and appropriate behavior. عمليه الاهمال ديت مش بسيطه نفسها، محتاجه تعليم. علشان ايه؟ ما اقولش للاب اهمل السلوك ده، يطبق على سلوك تاني ايه خطير. يبقى اهمل ايه وما اهملش ايه، ازاي كافئ. بريزنج بوزيتيف بيهيفير برضه فن، محتاج ايه؟ محتاج تريننج. ديفلوب رينفورسمنت، رينفورسمنت سواء بوزيتيف او نيجاتيف. يبقى ازاي عمليه الرينفورسمنت بتتم؟ ميك بيهيفيرال كونتراكت اند سكيدجولينج اوف جود هابتس، يوز اوف تايم اوت اند بانشمنت، بريبير فور ديفيكالت سيتويشن. كل ده هنتكلم برضو عليه بالتفصيل. اول حاجه بيرنت بريس، تريننج بيرنتس تو بريس كوركتلي. ازاي كاف؟ احنا قلنا من في الاول ان البانشمنت على طول مش هي دي الطريقه المثلى، وان بعد شويه الطفل ايه خلاص بعمله اللي انت عايزينه، انا وحش انا مش هتغير خلاص. يبقى لازم يبقى ايه ميكس ما بين البريز والبانشمنت لو احتاج. بريز كان انكلود فيربال بريز انكارجمنت، ده ممكن لوحده كفايه عند بعض الاطفال. برافو عليك شاطر ده انت، طبعا برافو عليك وشاطر كده في المطلق على فكره غلط. اتنشن، اخد بالي من الحاجه الكويسه اللي بيعملها، هيعرف ان في حد بيهتم بيه. افكشن، فيزيكال بروكسيمتي، نبقى قريبين من بعض من الحاجات الايه اللي شايفين. كان انكلود، ممكن يبقى حاجه من دولت او اكتر من حاجه مع بعض. افكتيف بريز ريكويرمنت، ازاي عشان يبقى البريز ده افكتيف؟ لازم يكون بعد الحاجه الكويسه على طول، مش بعديها بيوم ولا اتنين ولا بي اونست. مش انت احسن واحد في الدنيا، لا انا مش احسن واحد في الدنيا. انا ايه هعمل بريز لايه؟ لحاجه معينه سبيسيفيك، بي سبيسيفيك. نو باك هاندد كومبلمنت، يعني ايه؟ I like the way you are playing quietly. خلي المجاملة ايه؟ صريحة. خلي البريز صريح، ما فيهوش لف ولا دوران. هو يعني مش هنستخسر عليه لما هو يعمل اي حاجة ان احنا ايه نشكره او ان احنا نكافئه، او يبقى بريز specific honest immediately على طول بعد الايه بعد الحاجة الكويسة اللي يعملها. طيب البريز ده بايه؟ بكلام وتشجيع، بانتباه للتصرفات اللي بيعملها، اظهار الحب بالفيزيكال بروكس. ازاي نحسن طريقه الطلب؟ امبروفنج كوماندز، تريننج بيرنتس اند تيشر كمان. ممكن لو في مشكله في المدرسه ازاي تو، او لو في مدرسين مش شغالين مع اطفال عندهم ديسربتيف بيهيفيرز اوردر، هاو تو امبروف الكوماندز، تو جيف كوماندز اللي هتنتج عن ايه؟ ان نزود الكومبلاينس بتاع الشخص. تيتش ذا بيرنت او تيتشر تو اونلي جيف كوماندز ذات اللي هم عندهم تايم اند انجري تو فولو. اكتب لي الواجب ده 100 مره. طيب مش هبص عليه اصلا. هكتب اي شخبطه وخد، وعارف ان هو ما حدش هيبص على الواجب ده. عايز الاقيك ارجع من الشغل الاقيك عملت كذا وكذا، وعارف ان لما بيرجع ما بيلاقيني نايم او ما مش هيسمع. يبقى اذا انا بقول طلب يبقى انا عندي هتابع have the time and the energy to follow through. طيب ولو ما عملتش في consequences for this non-compliance سواء positive او negative. ما يبقاش احنا كل الموضوع نيجاتيف بس، consequences لازم تكون بوزيتيف ونيجاتيف. يبقى مهم جدا اذا انا قلت حاجه عندي الوقت
والانرجي تو فولو، ويبقى في كونسيكونسز تترتب على ايه؟ على الامر ده. نوت تو بريزنت كوماندز از ا كويتش اور فيفر. طب عشان خاطر اعمل البتاع ده المره دي، طب طيب ممكن لو سمحت طب ممكن تعمل ده؟ اعمل كذا. الواجب ده هتعمله 3 مرات 4 مرات، اغسل الكوبايه بتاعتك. ممكن تغسل الكوبايه لو سمحت؟ لا مش هغسل الكوبايه، ما انا لو سمحت ما سمحتش. يبقى الكوماند ما هوش لا هو بطريقه سؤال ولا بطريقه ان ايه ان هو ده فيفر من الايه من الطفل. تو ميك اي كونتاكت، نبص لبعض كده واحنا بنطلب. يبقى فيها نوع من الانتباه. تو اليمينيت اذر ديستراكشن وايل جيفينج كوماندز، لو مشغول بحاجه عشان ممكن يكون مش سامعني، خصوصا لو ده ايه اتنشن ديفيسيت، ممكن مش هينساه بعد ما لا باصص لي، ولو في اي حاجه تانية شغلاه اوقفها، مش كده وبس، ممكن كمان اطلب منه ان هو هنعمل ايه كذا 1 2 3 او هعمل كذا الحاجه الفلانيه. Not give too many commands at once، يعني مش 1 2 3 اعمل الحاجه الفلانيه، لانه ممكن ينسى الباقي او ممكن يبقى كتير عليه. يبقى حاجه محدده، اعمل الحاجه الفلانيه. طيب ولو حاجه محتاجه خطوات، يبقى قسم الخطوات دي بريك داون مالتي ستيب كوماندز. واتش the child for 1 minute after giving the command to ensure compliance. اتابع عشان يعرف ان انا ايه مش خلاص قلت الكلام ومش هسأل. immediately brace بقى for appropriate behavior. مش هو مش احنا عايز اشجع سلوك، يبقى عمل الحاجة اللي انا بقول عليها، يبقى فعلا ايه يبقى لازم الايه البريز. والبريز مش برافو، ممكن يبقى بس فيربال بس. Avoid ambiguity when issuing commands، لازم الأمر يبقى إيه واضح. Not respond to compliance with gratitude، متشكرين خالص على لا خلاص هو أمر إحنا بكافئ بس إيه كأحد الرول اللي إحنا حاطينه. To tell teen what to do rather than what not to do، اعمل خلي الامر مباشر، اعمل كذا بلاش الامر بالنفي. To use aids for commands that involve time، مفيش ما يمنع ابدا ان انا لو الاقيه مش قادر او الاقيه هيكسل او الاقيه هيتعب في النص، ان انا اساعد على القليله في البدايه لحد ايه ما يتعود يعمل الايه الحكايه دي. طيب يبقى كده ايه عرفنا ازاي ادي الامر بحيث طريقه يتنفذ فيه، وعمالين نتكلم ريوارد ريوارد. طب ازاي بقى نكافئ اصلا؟ Children and adolescents with ADHD and disruptive behavior disorder don't respond to natural reward to internal reward. مش بعمل كده عشان بس ابقى شاطر ابقى لا، الانترنال او الانترنسك ريوارد سيستم ده يمكن يبقى ضعيف او ما هوش موجود. حاول ايه to train the parent teacher in the use of tangible rewards، حاجة خارجية مكافآت خارجية. effective increasing the desired behavior to consistent behavior chart or immediate reward can be used. يبقى التوكن سيستم الحاجات الرمزية او في behavior chart نسجل فيه السلوك او immediate reward ممكن استعمله في عملية الريوارد. تيلور الريوارد الريوارد سيستم حسب ايه؟ حسب امكانيات الاسرة اللي يناسب الاسرة. ودي مهم جدا في عملية ايه؟ في البلان نفسها بقى. يبقى حسب الامكانية بتاعت الاسرة، حسب الثقافة بتاعت الاسرة، حسب امكانيات الاسرة. سيت ا بوزيتيف كاركتر فور ذا بروجرام. We are going to make sure that you get rewarded for all good stuff.
بنتكلم مع الطفل ان احنا هنعمل برنامج عشان ايه؟ عشان الحاجات الكويسه نشجعك عليها ونكافئك عليها، ما يبقاش واخد الايه الصيغه النيجاتيف، ان احنا غرضنا في الاخر ان احنا ايه نخليه يعمل حاجات هو مش عاوزها. Parents set up chart or notebook for tracking points. يبقى في حاجه بقى ايه منظمه. انا عامل تشارت السلوك ده، الحاجه ديت خلاص عملها كم مره، ياخد او نظام نقط ان هو خد كم نقطه، والنقط ديت يبقى عليها مكافآت. الطريقه نفسها بقى نتفق مع بعض حسب ايه بقى، حسب امكانيات وثقافه وتعليم الاسره. The parent and the child together make up a list of 10 ل 15 words. ايه الحاجات اللي ولازم الريورد على فكره يكون ريوردنج للطفل، مش حاجات خياليه بالنسبه لي، ما مش حابب الكلام ده اصلا، انا مش عاوز الريورد بتاعكم ده. يبقى احاول ايه اجمع ايه الحاجات اللي تبقى تو بي ريوردنج للطفل علشان اقدر استغلها. ما انا لاقيش حاجه ريوردنج، ودي اكبر مشكله ممكن يواجهها حد بيعمل برنامج، ان هو الطفل ده ما فيش حاجه بيحبها اصلا، ما فيش حاجه بتغريه، مش عايز حاجه اصلا. There should be everyday reward، حاجات على مستوى اليوم وحاجات على المستوى الطويل، على المدى الطويل. عايز يتفرج على تلفزيون، عايز يقعد على الكمبيوتر لمده معينه، عايز يلعب فيديو جيم، عايز نشتري حاجه معينه. نبتدي بقى نقسم ايه اللي ينفع على مدار اليوم وايه اللي ينفع على المدى الطويل في اخر الاسبوع او في اخر الشهر او محتاج ايه، محتاج كلابوريشن، تعاون من ايه، من كل افراد العلاج. Help the parents and the child make a list of jobs or problem areas. طيب الريورد ده على ايه؟ لازم يكون على سلوك معين، ايه الحاجات اللي احنا عايزين نصلحها اللي هنبقى ريوردنج عليها، لازم نحددها ونحط الاولويات. Warn parents to expect resistance. خلي بالك مش الامور مش هتمشي بالسهوله، لا هيبقى في ريزيست. Determine how much each is worth. احنا حددنا الحاجات دي، ايه اللي يستحق وايه اللي ما يستحقش، عشان ما نلاقيش نفسنا عمالين ريوردنج على حاجات بسيطة وسايبين الحاجات المهمة. طيب كل حاجة هتكسب كام؟ احنا ماشيين في الاول بطريقة مادية. يبقى الحاجة المهمة يبقى should earn more. Harder job should earn more. Bigger rewards cost more. مين اللي هيحدد؟ هو الطفل نفسه. Make sure that your child has some success in the beginning. هو بيحاول لكن مش عارف، وبالتالي مش قادر ياخد الريورد. طب مش عامل خلاص، مش عامل، مش عايز الريورد، يبقى لازم نخليه يحاول ننجحه، نساعده، مش ننجحه بالغش برضه، نساعده بحيث ان هو ايه to succeed. علشان ايه؟ عشان ياخد الريورد اللي هو وعدناه بيه. طيب ما قدرناش بقى، يبقى لازم فيه ريسبونس كوست، كل سلوك يكلف، والنقط اللي احنا عملناها للمكافاه هي نفسها ممكن تبقى ايه تستعمل للكوست نفسه. يوزنج البوينت اور توكن سيستم ان ويتش نيجاتيف بيهيفير هيكلفني كام، هخسر كام إذا أنا ما عملتش، إذا أنا كام سلوك غلط هيبقى إيه؟ هفقد حاجة معينة. Training parents and teachers to use the response cost is effective in reducing undesired behavior and non-compliance. Response cost allows parents to discipline أو educate instead of just punish. إحنا ما بنعاقبش أنت عملت واحد اتنين تلاتة خسرنا تلات نقط، يبقى إيه؟ يبقى هنخسر ساعة من اللعبة الفلانية، يبقى آخر الأسبوع كده. بدون ده مش عقاب. نتيجة الإيه؟ نتيجة التصرفات. ريسبونس كوست شود بي برضه سبيسيفيك وإميديت وكونسيستنت. معروف إن لما هعمل كذا هينتج كذا. مش مرة أو مرة لأ. لو مرة أو مرة لأ هو هيحاول بقى إيه يجرب معانا.
يحاول يزود عشان يشوف هو ممكن ينفع ولا ما ينفعش. Response calls should be provided in a positive loving attitude. واحنا هادين واحنا بنحبك واحنا كل ده عشان نخلص على طول. مش ما انت اللي ما عملتش، انت لو شاطر وفالح زي بقية الولاد كان زمانك خلصت، هدينا كل اللي عملناه. Parent monitoring. ان المونيتورنج مهم جدا عشان الطفل يعرف ان احنا جادين في عملية التغيير. والمونيتورنج ده ممكن بطريقة انفورمال او بطريقة فورمال. انفورمال ديلي هوم وورك، بسجل الحاجات في كتاب او في كراسة او حاجة، بعمل بيهيفير تشارت، بعمل تشيك ليست، او يبقى في تشيك ليست جاهزة. او بطريقة فورمال بعض المقاييس المتاحة اونلاين ممكن استعملها لو في نسخ منها نسخ عربي، غالبا مفيش نسخ عربي. وطبعا غالبا الاسر مستوى التعليمي ممكن ما يكونش يسمح بموضوع الفورمال. من الحاجات بقى المهمة برضو اللي بعلمها للطفل الزيوس اوف تايم اوت. ايه التايم اوت ده؟ ريموفال اوف اتنشن. ريموفال اوف مين؟ للطفل من الاهتمام ومن الانترستنج اكتيفيتيز من الريورد او اي اذر reinforcement لفتره بسيطه من الوقت، زي وقت مستقطع، زي كارت احمر كده خليه بره الاهتمام، بره النشاطات اللي بيحبها. تايم او it is effective but only when used correctly. يبقى لازم نعلم الاب how to use the time out. time out set limits that are consistent. امتى هنستعمل التايم اوت ده؟ بحيث يبقى كل مره يحصل فيها السلوك ده يبقى على طول get the response. يبقى لازم consistent. وبصفه عامه الحاجات البيهيفرال اذا هي مش consistent ما بتجيبش نتيجه. وconsistent مين؟ معايا ومع غيري، الأب والأم والمدرس. لازم ده هو الحاجة دي بتؤدي لنفس النتيجة. عملت كذا يبقى في تايم اوت. Focus on changing only one or two types of misbehavior. وإلا هنفضل طول طول اليوم عمالين صفارة تايم اوت، صفارة تايم اوت. يبقى في حدد الاهم الحاجات اللي لها الاولويه، لو ياما يعمل كده هيبقى يبقى فيه التايم اوت عشان يبقى لها القيمه بتاعتها. تايم اوت شود بي ايميديت افتر ذا مس بيهافير. الديلي اوف ذا تايم اوت ان احنا بقى ندي محاضرات على طول في ساعتها. يبقى تايم اوت شود بي ايميديت. When you announce the time out, don't continue to engage verbally. خلاص مفيش مناقشة. الكلام والمفاوضات وكده بتبوظ بتبوظ موضوع احنا متفقين اصلا ان السلوك ده بيؤدي الى تايم اوت. حصل السلوك يبقى على طول don't continue to engage verbally with the child. طيب اذا في if giving a warning before use of the time out, make it count. مرة كمان ممكن يبقى فيه مرة تحذيرية، مرة كمان هنبقى فيه تايم اوت. لكن ما بنقعدش نناقش ونجادل وانت عملت كده خلاص. Determine when the time out is over, not the child. مدة التايم اوت. Setting ممكن يبقى فيه تايمر can make this seem less arbitrary to the child. او ان احنا محددين من الاول دقيقة اتنين تلاتة. البعض بينصح ان هو 1 minute for each year of age، ان يبقى وقت التايم اوت سنة لكل دقيقة لكل سنة من عمر الطفل. ده مناسب لكن برضو ده مش كلام مقدس. اللي بيحكمه مين؟ اللي بيحكمه انا اصلا عارف ابني هيقدر هيقدر يتحمل قد ايه. عشان عشان انجح في تنفيذ التايم اوت. انا لو فشلت مرة مش هقدر انفذه تاني. Don't engage your child in a special way immediately after time out. يعني مش احسن لو كنت سمعت الكلام وكان واحضنه وابوسه وخلاص ما عدناش نعمل كده خلاص. لا.
ما فيش اي سبيشال واي اوف بيهيفير افتر التايم اوت، نرجع نمارس حياتنا عادي خالص، simply resume activity as usual. لكن هبص على ايه لو في اي حاجه بوزيتيف بيهيفير بعد كده، علشان ايه؟ عشان اكافئ. قلت في الاول خالص ان الموضوع ايه، عمال اهو لازم تبي كرييتيف في العقاب والثواب، العقاب والمكافأة، واللي هيفشل الايه؟ تفشل الامور. عشان كده بنلاقي الموضوع ما هوش ايه؟ ما هوش سهل. النقطة برضو اللي من حاجات اللي نعلمها في البيرنت مانجمنت، ignoring and differential reinforcement. ايه اللي اهمله وايه اللي اعززه؟ ignore mild and unwanted behavior وعزز انت attend to alternative positive behavior، عزز الالترناتيف بوزيتيف بيهيفير اللي بتتنافى مع الايه؟ مع الانوانتد بيهيفير. ازاي؟ teaching parents and teacher how and when to ignore the undesirable behavior. ممكن يشمل ايه؟ طريقه فيجوال او بوشرال او فوكال او سوشيال. فوكال فيجوال، look away once a child engage in undesirable behavior. ابص ابعد عنه، ابص ناحيه ثانيه، هو هياخد باله، يعرف ان انا اتضايقت كده. احنا بنتكلم على mild behavior، don't look at the child until the behavior stop. دي behavior اشارات، ان انا اشارات للاهمال، انا ما بهملش الموضوع بجد، ده انا ببين ان انا مطنشه، بما ايه اللي هيبين له ان انا مش مبسوط كده. postural cues، turn the front of your body away from the location of the child undesirable behavior. Don't appear frustrated. احنا اتكلمنا عن المود، يبقى مش لازم يظهر علي اي علامات للاحباط. Don't vary the frequency or intensity of your current activity. ولا حاجة خالص، ولا كأنه عمل اي حاجة. Vocal، maintain calm voice. ولا تغير في صوتي ولا نبرتي اي حاجة خالص. don't vary the frequency or intensity of your voice. social cues, continue your intended activity even after your child begins the undesirable behavior. يبقى كل ده ignoring the behavior of the child. والطفل هيعرف ايه؟ ان هو ما نجحش بالتصرف بتاعه ان هو يغير من اي حاجة. لا انا بعدت عنه، ملامحي او البوشر بتاعي ما تغيرش، الصوت بتاعي ما تغيرش، الانشطة بتاعتي ما تغيرتش، كل ده بيبين اهمال. طيب امتى ههمل؟ when to ignore child continuously talks during dinner. حاجات بسيطة، انا ما نعملش سلوك خطير، اللي انا اذا وانا بعتبر ان الايه، ان الموضوع ده مشكلة في الاسرة. tantrum، هوايل at the grocery. بيتنرفز ويتعصب في البقال. لو في الفصل interrupts conversation او interrupts الكلاس. بيجاوب قبل السؤال ما يبقى خلص. الحاجات دي ينفع فيها ايه؟ ينفع فيها ان الignoring، لو شوية شوية خلاص هيسكت وهي ايه؟ وهيتعلم النظام. don't ignore undesirable behavior that could potentially harm the child or someone else. مش اي حاجة ايه؟ ignoring. ثم الignoring ده ده من طريق تعديل السلوك، مش اي سلوك. تعزيز، differential reinforcement. teach parents and teacher how and when to differentially reinforce desirable behavior. step 1 ignore السلوك الايه اللي مش عاجبني. step 2 reinforce desirable behavior اللي بايه لما يعمله ما ينفعش ينفذ الايه السلوك اللي هو كان بينفذه. ما ينفعش واحد يتكلم ويسكت في نفس الوقت مثلا، ده هيحتاج ايه؟ define the behavior of concern اللي احنا عايزين نغيره.
determine how often the target behavior occur, determine how often to reward alternative behavior, determine how to reward the child for alternative behavior. في مشاكل بقى بتحصل while ignoring or عملية differential reinforcement. اول حاجة ما يعرف باسم الاكستنشن بيرست. ايه الاكستنشن بيرست ده؟ ان السلوك نفسه هيبقى اسوأ قبل ما يتحسن. ليه؟ اللي الطفل او الشخص هيحاول ايه يعرف احنا اخرنا ايه. لو هم شوية وهيسكتوا او هيزهقوا هيكمل ايه في الطريق بتاعه. او indiscriminate reinforcement. لازم نعرف ايه الحاجه اللي ايه اللي هنعمل لها reinforcement، ايه السلوك اللي ايه اللي هنعمل له تعزيز، الديزايربل بيهيفير اللي هيتعمل له تعزيز، so they don't reward other unwanted behavior. ما يبقاش غرضنا بس ان احنا نسكته او نبطل الحاجه، لا، احنا ما بنعززش اي سلوك في وقت ما احنا ايه احنا هنحتاج نغير. برضو من الحاجات المهمه ازاي بقى نستعمل البانشمنت، نستعمل العقاب الريينفورسمنت، اي حاجه تؤدي الى ان السلوك يزيد، سواء البوزيتيف او النيجاتيف ريينفورسمنت، غرضنا ان احنا نزود سلوك ما، انما البانشمنت العقاب ان هو اي حاجه ينتج عنها ايه ديكلاين، ان بيقل الريت اور سترينث اوف ذا بانشد بيهافير. اول حاجه ذا بانشمنت شود بي ريزيرفد فور سيريس مس بيهافير، فعلا الحاجه دي تستاهل العقاب. Be used only by people who have warm and loving attitude ناحية الشخص. ولازم يظهر كده ان احنا بنحبك فعلا. احنا ما بنعملش كده، مش بنعاقب، مش عقاب الكارهين. ده عقاب الايه؟ المحبين. Be administered as a matter of fact. Without anger. Three. يبقى انت عملت الغلط ده، يبقى ده العقاب بتاعه. مش بنتخانق وهي حرب، لا، السلوك ده رد الفعل ايه بتاعه، زود انجر، زود بدون تهديد، بدون اهانة. Be fair, consistent, immediate, offer reasonable intensity. العقاب لازم يكون عادل، consistent، اي مرة يعمل فيها الحاجة دي هيبقى نفس العقاب. Immediate، على طول ورا الايه؟ وراء السلوك ده. And of reasonable intensity. مش هنموته يعني. Be related to the misbehavior. Punishment must be used with incentive for appropriate behavior. كل مرة بنجيب سيرة عقاب لازم نجيب ايه؟ ان لازم لو في سلوك يستاهل المكافأة ان احنا نكافئ عليه. Be discontinued if it is not quickly apparent that is effective. طيب انا بعاقب بالحاجه ديت واللي قصادي ولا متاثر ولا باين عليه اي حاجه، خلاص يبقى العقاب ده مش هيجيب نتيجه معاه. يبقى اسكت انا دلوقتي بطريقه اشوف other appropriate behavior في الوقت ده، ومش هجرب نفس الايه نفس الميثود اوف بانشمنت، اشوف طريقه ثانيه للتعامل معاه. يبقى ده كان ايه الحاجات اللي هي بتتناول الفاميلي انترفينشن. ركزنا فيها على البيرنت ستراتشيز اللي هي ممكن تستعمل في النورمال تشايلد وتبقى برضو هي نفسها مفيده في تشايلد ويز ديسربتيف بيهيفير ديس اوردر، وقلنا بعض الحاجات اللي هي الاب ممكن يتمرن عليها علشان تنفيذ الاستراتشيز. الكومبوننت الثاني من السايكوسوشيال انترفينشن اللي هو البيهيفير موديفيكيشن، ودي موجهه ناحيه ايه؟ ناحيه الطفل بقى، مش ناحيه الايه؟ الاسره. اللي كان قايم بالحاجات اللي فاتت دي كلها البيرنتس. البيرنتس هو اللي بيقوم، احنا بنعلم البيرنتس والبيرنتس هو اللي بينفذ، انما ديت احنا تصرفاتنا او تدخلنا موجه مباشره ناحيه مين؟ ناحيه الطفل. الجنرال ايدياز اوف بيهيفير موديفيكيشن، لازم نحدد الايه البيهيفير اللي احنا عايزين نعمل له موديفيكيشن. طيب هنحدده ازاي؟ فيما يعرف باسم الايه الفانكشنال بيهيفيرال اناليسيس او الابلايد بيهيفيرال اناليسيس.
اي سلوك لازم يبقى ليه ايه؟ لازم يبقى ليه فانكشن. ايه الفانكشن؟ يا اما بتاع في حاجه بوز بيعمل لي بوزيتيف ري انفورسمنت او نيجاتيف ري انفورسمنت. لان هي دي اللي بتعزز اي سلوك. اي سلوك بيزيد فيه بوزيتيف ري انفورسمنت يا نيجاتيف ري انفورسمنت. السلوك ده يا اما بيساعدني ان انا توجد ان انا احصل على ايه؟ الاتنشن، احسن على اهتمام مين؟ اللي حواليا كبارا وصغارا، الاب والام او الاذر ادلز او اصحابي. ببان في وسطهم بقى، وان انا الكوماندا وان انا الزعيم وان انا او يبقى تو جيت اتنشن او تو اكسس ماتيريالز. باخد حاجه بيحقق لي حاجه. ان انا يبقى انا بحصل على حاجه ماديه، حلويات، خروج، او حاجه سنسور او تو اسكيب بقى. لما بعمل كده بيسيبوني ما اروحش الشغل، اسكيب الادلت ده ما اقعدش معاه، اصحابي دولت اسكيب من اي حاجه من دول. سنسوري اوفرلود، بين سواء ايموشنال او فيزيكال، بهرب من الايه؟ من الحاجات دي كلها. يبقى ده اي سلوك. طب هعرف ده منين؟ من تحليل السلوك الانتستنت والسلوك والكونسيكونسز بعد كده. Be aware of and avoid helping stresses that may humiliate the child. احنا مش غرضنا نهين الطفل، احنا غرضنا نساعد فقط. Explain difficulties in an ego enhancing way. بالطريقة اللي تعزز ايه؟ تعزز ثقته بنفسه، تحسن الايجو عنده. نعمل كده عشان تبقى شاطر، عشان تقدر تنجح، علشان يبقى بطريقة تساعد مش طريقة تهين. Use a firm flexibility. هنا الصعوبة الشديدة جدا، الحزم والمرونة. شعرة معاوية ازاي اشد وارخي. Use a firm flexibility approach with the child. Combination of support, accommodation, clear limits and expectation. ازاي اشد وامتى اشد وازاي ارخي مطلوب في البيهيفير modification. Try to enforce effort and do not just accomplishment of the goals. ان انا حاولت لكن ما قدرتش. مجرد ان انا حاولت ده حاجه كويسه. النتيجه بقى مش مشكله دلوقتي، المهم ان انا حاولت مره واثنين، عملت مجهود. يبقى انا بكافئ ايه او بعزز ايه؟ بعزز السلوك نفسه، بعزز الايفورت نفسه. النتيجه هتيجي مع الوقت اكيد لو انا استمريت في كده. لو حد بيعزز السلوك ده ويشجعني، ايه يعني انت عملت ايه؟ ما انت ما عرفتش في الاخر. لا، المهم ان انا عملت وحاولت، المره الجايه هتنجح ان شاء الله. Structure the child environment. احاول انظم الايه؟ الانفايرمنت اللي حوالين الطفل بما يساعد. مش عمال اقول له ركز وركز واحنا قاعدين ومشغلين التلفزيون جنبنا. Be aware of the high risk times. انا في مكان unstructured less supervised times. جالنا ضيوف، احنا في الشارع. دي هاي ريسك. ايه هاي ريسك تايمز؟ ابقى انا اوير بيها ان ممكن يحصل فيها السلوكيات دي. establish reward and punishment system ومتفقين عليه. build in rewards. احاول مع الوقت ان انا ايه يبقى الريوردز مش كلها external، احاول يبقى فيه internal reward. زي ما قلنا reward effort not the achievement. use reminder. انبه وافكر واعرف واعرف برضو ال consequences. keep it visual. ممكن يبقى تشارت متسجل عليه، طبعا ده يناسب ايه؟ الاطفال الصغيرين. involve them in finding solution. طب نعمل ايه؟ لو ده حصل هنعمل ايه؟ يبقى هو ايه؟ هو يختار، ويبقى هو لو ده حصل مشكلة يبقى هو اختار العقاب وهو اختار المكافأة. Make sure that the child get enough to eat. Establish bedtime. Get enough sleep. Sufficient exercise. الحاجات دي على بساطتها مهمة جدا. وكل اللي عندهم ولاد عارفين خلاص هو سخرف خلاص. جه بالليل بقى خلاص وسهران، بدأ يعمل أي كلام في أي كلام وزعيق.
خلاص شكلنا كده ايه، يلا خلاص يلا النوم. Tutoring for learning problems، لو الطفل عنده learning problems نحاول نتدخل ونساعد، هتؤدي إلى تحسين كتير من سلوكيات. طيب التكنيكس بتاعت التشينج نفسه بيبقى بالانس ما بين حاجتين، انا بغير الانتستنت يا بغير الايه الكونسيكونسز، الحاجات السابقه على السلوك يا الحاجات اللي ايه اللي حصلت بعد السلوك. انتستنت لاي اي حاجه قبل السلوك باي ايه لوكينج ات ذا بيهيفير باترن تايم اوف ذا داي او ذا ويك، الكونتكست اللي حصل فيه سيتنج، مين اللي كان موجود سواء من ضيوف او ناس كبار او اصحابه، الاحظ الايه السلوك ده بيحصل انتسيدنت. طيب الانتسيدنت ده هغيرها بايه؟ جيفنج افكتيف انستراكشن، واتكلمنا على الافكتيف انستراكشن. الترنج البرفورمانس سيتنج، اغير السيتنج دي بقى، احاول اغير منها بحيث احسن الايه البرفورمانس. تيتش ريبليسمنت بيهيفير، طيب اذا ما عملتش كده اعمل ايه؟ ولازم يبقى في سلوك بديل. teach the child ways to release anger and frustration in socially appropriate ways. We cannot just tell them be good. عايزك تبقى كويس، طب ابقى كويس ازاي يعني؟ لازم يبقى في حاجه محدده. We have to actually give them techniques that will help them to do something different. يبقى الريبليسمنت بيهيفير يبقى في حاجه تو ريليز الانجر او تو ريليز الفراستريشن. طيب وعايز يبقى جود ازاي؟ اعمل ايه بالظبط؟ يبقى لازم يبقى فيها اعلم حاجه او ساعد في سلوك ما اللي هو يبقى ديفرنت عن السلوك اللي احنا مش عاوزينه. طب الكونسيكونسز بوزيتيف ريانفورسمنت النيجاتيف ريانفورسمنت والبانشمنت، واتكلمنا عليهم كتير. اذر انترفينشن، انا بعلم بروبلم سولفنج سكيلز. يبقى ازاي يحل المشكلات، ازاي يواجه المشكلات، لان اوقات كتيره يبقى المشكله مش ان انا بعمل سلوك غلط، لا هو ده الطريقه اللي انا اعرفها، هو انا عارف only the negative way of interpreting and responding to real life situation، هي اتعلمت كده او ده اللي شفته او ده اللي اعرفه او دي امكانياتي كده. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج اعلم الطفل، اعلم الشخص اللي هي البروبلم سولفنج سكيل ترين، ودي تحتاج برضو محاضره يمكن لوحدها. سوشيال سكيل تريننج، تيتشرز تشيلدرن وادوليسنت هاو تو ريليت مور بوزيتيفلي للبيرز اند ويز تو امبروف ذير سكول وورك. يبقى زي ما في بروبلم سولفنج سكيل في سوشيال سكيل تريننج برضه بتحتاج تدريب. يمكن من اهم السكيلز ديت الريزيستنس تو بير بريشر، مواجهه الضغط ايه وقت الاصدقاء او الاصحاب اللي هم ممكن بيقولوا لي سلوكيات غلط. انجر كنترول برضه محتاجه ايه، ازاي يسيطر ايه، ازاي يسيطر على غضبه، كل الحاجات دي بتتعلم. يبقى لو الطفل ده فيه عنده بيغضب او بيتنرف انجر كنترول، ميثودز اوف سيلف انستراكشن، ازاي هو ايه يوجه نفسه، ازاي يرشد نفسه تو كنترول هيز انجر. برسبكتيف تيكينج، ازاي يتفهم وجهه النظر الايه اللي حواليه وبالتالي ما يوصلش لمرحله الانجر. ديستراكشن اند ريلاكسيشن تكنيكس، عن ايه هو سامع حاجه وحاجه اهو، يبقى فيه distraction technique وrelaxation technique عشان يهدي الايه الانجر. give them an outlet منفذ بقى ان هو ايه to relax بيبقى يبعد عنه الانجر. school intervention feeling more successful in school always help behavior، النجاح الدراسي ده شيء النجاح بصفه عامه في اي مجال، فالطفل بما انه في المدرسه يبقى ده بيساعد كتير ان هو للوصول ايه للجود بيهيفير.
مش نادر ما نلاقي ان هو الاثنين بيجتمعوا مس بيهيفير مع اكاديميك اتشيفمنت اهو. طب ده هيحتاج ان انا اعمل اسسمنت تيستينج للليرنينج وللسبيتش واللانجوج. بي كيرفول اباوت برينجينج توجذر كيدز، اجمع المشاغبين في الفصل، يبقى فصل المشاغبين او مدرسه الايه او مدرسه المشاغبين، يبقى طبعا بؤره لزياده الايه المشاكل. كيب ان تاتش ويز ذا سكول اون ا ديلي بيسس، اللي هي الاسره تو كيب ان تاتش ويز ذا سكول. ايه الايم اوف ذا سكول انترفينشن؟ تو ماكسمايز ذا بوتنشال اوف اول تشيلدرن، المدرسه بس مش بتاعه الطفل واحد، في اول تشيلدرن ان ذا كلاس روم باي ريديوسينج ذا تايم ذا تيشر هاز تو سبند ريسبوندنج للتشايلد بيهيفير ده اند تو ريديوس ذا تيشر ستريس. السكول انترفينشن ممكن اقسمها لثلاث درجات، حاجه على مستوى المدرسه كلها اللي هتشمل ايه اللي ممكن هتعالج لنا 80% من مشاكل الايه الاطفال، اللي هي ممكن نختصرها ان هو تو سبورت البوزيتيف بيهيفير في السكول. طيب المستوى الثاني ان هو ايرلي ديتكشن اند انترفينشن، يبقى عندي نظام في المدرسه ان انا اكتشف اكتشاف مبكر وبالتالي ابتدي التدخل. المستوى الثالث ان انا التدخل بقى، يبقى كومبريهنسيف اسسمنت اند انترفينشن للمجموعه الاطفال اللي هم في حدود ال 5% من الاطفال اللي موجودين في المدرسه. سكول وايد انترفينشن على مستوى المدرسه كرييت ا بوزيتيف سكول كلايمت، اللي هو بيشجع عليه على الجود بيهيفير اللي على الابروبريت بيهيفير. ديفاين كلير اكسبكتيشن اند مونيتورنج للستودنت بيهيفير، يبقى في ايه المدرسه اللائحه بتاعتها او الكل عارف ايه المطلوب من الاطفال ان هم يعملوا ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. سبورت البوزيتيف بيهيفير، respond to problem behavior consistently and effectively. Provide stuff with communication and support، لأن بعد شوية هيزهقوا هيتعب. Classroom intervention، establish and teach the classroom rules and the procedure and manage common problem اللي بتبقى موجودة في الفصل. وقت transitional time، seat work، other instructional times of the day. Use reward effectively, use mild punishment effectively, use angry or acting out, manage angry or acting out behavior. التدخل بقى على مستوى الفرد، consistently reinforce good behavior، خلينا ايه proactive قبل السلوك ما يحصل. Use proactive and instructive teaching strategies to teach adaptive behavior and problem solving with the student. Train student to self-monitor disruptive behavior. Use positive reinforcement when a student reaches behavior goals. We individual assessment to intervention when need. آخر حاجة هنتكلم عليها في الانترفينشن اللي هي الميديكيشن. No medication. No medication are specific for conduct or oppositional defiance. It may be necessary to help control irritability أو ال coexisting condition زي ال attention deficit ال anxiety أو ال mood disorder. المديكيشن اللي ممكن تستعمل ال stimulant، ال mood stabilizer، ال antipsychotic في small doses، ال adrenolytic medication. بكده نكون جينا على نهاية المحاضرة الطويلة المرهقة عن المانجمنت اوف ديسربتيف بيهيفير بصفه عامه، عن الاوبوزيشنال ديفايند مانجمنت اوف اوبوزيشنال ديفايند ديس اوردر اند الكوندكت ديس اوردر بصفه خاصه. شكرا لكم.